وقع المغرب على 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية بأكثر من 280 مليون دولار تخص البنية التحتية للمرافق الصحية بقيمة 126 مليون دولار فاصل 4، بالإضافة إلى اتفاقية لدعم تعميم التغطية الاجتماعية بقيمة مالية بنحو 155 مليون دولار فاصل 6، واتفاقية لتمويل مشروع المساعدة الطارئة بمبلغ مليون دولار عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً.